سالفتها. القصيدة طال عمرك وش سالفتها؟ راحت من منطقة ونزلت في منطقة ثانية، وكان المشكي دخلها في البيت، والبيوت كلها شرقا مني. ويوم انا صلينا العصر، انا نزلت الظهر، يوم صلينا العصر قلت يا الربع تقاوم، اللي يقول الله يغنيك واللي يقول والله عندي شغل. هذه فيه الحارة الجديدة اي فيه رجل ما يرد لا سلام ولا غيره. من الجيران. اي يوم امس الليل والله فيه الله يسلمكم ويسلم، من يسمع نبح سلب ومع عديت، وازعجنا نص الليل اجي وين في نرقى هذه الديت والسلب بالبيت، كريبتكم؟ ببيت هالجار هذا، ايه بيت جارنا بيننا وبينها الشارع يعني مقابل البيت. مقابل البيت. حنا حطينا لنا خيمة، عقب يومين حطينا لنا خيمة وقمنا ندق وقمنا ويسيرون عليني جيراني شمامرة ودواسر وعنوز وحروب ومرة. ف يوم جاء يوم من الأيام اللي والله الباب يطق، أقلط يا رجل، يوم قلط له إنه عسكري، عسكري عسكري رسمي، سلام عليكم. عليكم السلام. قال وين صاحب المحل؟ قلت نعم. قال أبغاك على جنب. طلعت انا وياه عسى ما شر. قال والله الشرطي ابوك. عسى ما شر؟ قال لا، حاجة بسيطة، كفالة وما كفالة. قلت يمكن انه من ربعي ما مخالف ولا صايرين فيه مشكلة ولا. رجعت على احد الجيران قلت اقلط على الدلال تقف، وما بجيك وبمر لي على الرجال هنا وبجي. عندك انت ضيوف في المجلس؟ عندي جيران مسجلين علي العصر عقب صلاة العصر. طلعت مع الشرطة؟ رتبت ورحت مع العسكري. يوم جينا الشرطة قالوا هذا جاري اللي عند السلب وعند الديس الله يسلمكم. قال يا كرم سلام عليكم. وعليكم السلام. قال هذا الرجال. قال انت سلطان؟ قلت نعم. انت الان ما تدري وش ما ادري وش القصه. عسى ما شر جارنا، عسى ما شر، سلامات يا جارنا. الرجل قام يصدد، اقول له سلامات، ويصد يمين ويسار. قال الضابط هذا جار. قلت الله الله. قال وش بعدها بين؟ قلت بيني وبين الشارع. قال جارك مطلوب عليه كفاله. يقول الضابط؟ الضابط ب70,000 كفاله حضوريه لي بكره، يقول يسلم من بكره، ويقول انا ما اعرف غير سلطان ودعيناك. والله ما ادري انت تكفى الجار. قلت والله هو شيء ما اعرف اسمه، ولو دريت انا وانا في محلي ما جيت والله، لاني ما اعرف. هم يومين وصلت بهذا وبعود، ما كفلت جاري ما بجيب الا الرخصه، وانا اطلعها قلت خذ هذه سجل كفالتي. قال ملزم؟ قلت قال جارك مشتكيك. تعسى ما شر. قال يقول عندك ناقوس ازعجته في الصبح والظهر والعصر والليل. ناقوس وين؟ في كنيسة؟ الناقوس هذه حق الكنائس. قلت والله الناقوس في كنائس. الرجل ثقافته غربية ولا عايش في الغرب ولا ما تعرف عنه شيء؟ الرجال أظنه من اللي درسه من برا. لأنه جاي من الجعري معه الله يكرمكم. قال يكرم. طبعا الناقوس يقصد به النجر. النجر. أزعجته النحاوي. إيه يقول أنا أزعجته لأني أسر من ريعجل والله ما غير عندي جعرية. ف قلت لنا اقوش بكنائس اليهود والنصارى، انا عندي نجر بس اساله هو وش عنده. يا صار ما يبغى كفاله اساله وش عنده. قال وش عنده؟ قلت عنده سلب وعنده ديت. ازعجنا فيه ما اشتكينا، تمنا جار وعده ناس قالوا مشتكوه ولا احنا مشتكينا، لان جارنا والجار والجار وصى عليه الرسول عليه الصلاه والسلام. اللهم صل. قال صحيح ما يقول الرجل؟ قال لي هذا سلب بليسي مشتريه ب 4000 ريال، وهذا ديت رومي ب 1400 ريال، الله ما ادري من جايب، من تركيا ما ادري من جايب. هذا السعر هو اللي حدده. اي هو يقولها كذا. قال يا سلطان توكل على الله، اما ابو سلب وديت نبغاه عندنا. يقول الضابط؟ يقول الضابط. القصيده 10 ابيات، اما 3 بيوت اسمح لي فيهم ضاعن، ما حفظهن. ما تحفظهم ولا فيهم شيء؟ ما حفظهم. طيب تفضل ابو غانم. فاقول يا نجرنا من شان جاري هجرناك، اخاف يزعل جارنا يوم يوحيك، اخاف تزعل جارنا الصبح بعواك، حيثما هم اللاب تنتعدني فيك، وجداه يا وجداه يا الدور هذاك، يوم الرجل بمجلسه يفتخر فيك، ما هو بجار يشتكيني لي وحاك، سلط عليك الوقت مقصر بلاويك، يزعل علينا جارنا يتوحاك، ويضرب لنا بحل سلب ومزاع قديك، المطحنه صارت عذابك وبلواك، واقرب قصير البيت ما هم دنيك. سلامتك. هذه قصه النجر وقصيدته.